احنا معانا لعيبه كويسه، محتاجين بس الثقه، وخدنا الثقه النهارده الحمد لله اللي احنا نقدر نكون مغلوبين ونرجع للنتيجه تاني. ده كرم كبير من عند ربنا. احنا ضيعنا جوان كتير قوي الشوط الاولاني، بنلعب فرقه كويسه، شباب صغار في السن معاهم جهاز فني محترم، اشتغلنا على نقط ضعفهم والحمد لله الكوره الثابته احنا حفظناها يعني بقى لنا اسبوع بنتكلم في الكوره الثابته اللي احنا نقدر نجيب منها جوان، عندنا مميزات جدا. فالحمد لله ربنا كلل تعبنا الحمد لله بالهدفين النهارده من كوره ثابته، وبحمد ربنا واللي جاي خير ان شاء الله.